اهلا وسهلا بكم يا جماعه، نرحب بكم جميعا. انا اسمي يوفال من طاقم المناسك، ونرحب بكم بهذا المؤتمر الافتراضي. اول مره احنا نعمل مثل هيك مؤتمر، وهدفه زي ما انتم تعرفوا اكيد ومساعدتكم يعني تحسين توصيل دائره الاصدار منتجاتكم الى الاسواق الاسرائيليه والاسواق الدوليه. انتبهوا الى ملاحظتين مهمتين. بامكانكم خلال هذا المؤتمر كتابه كل الاسئله والاستفسارات التي لديكم من خلال الشات الدردشه بالعربي، ونحن ان شاء الله سنرد عليها على كل هذه الاسئله والاستفسارات بعد الندوه، بعد ما يتم الحديث عن كل المواضيع. وكمان انا بحكي لكم الان بالعربي، بس النتيكين يكونوا باللغه العبريه. لديكم امكانيه الاختيار بخيار الترجمه الى اللغه العربيه عشان تفهموا. هذا الخيار موجود في الزوم نفسه، لكم اختيار باللغه العربيه، وهيك يعني تسمو الترجمه، لانه زي ما قلت لكم كل المتحدثين المشاركين هون يتكلمون باللغه العبريه. نعمل انه تستفيدوا من هذا المؤتمر اللي خصصناه عملناه خصوصا عشانكم لمساعدتكم. ولنبدا اولا بكلام تهنئه. اولا الميجر جنرال غسان اليان هو مناسق وحده تنسيق اعمال الحكومه في المناطق، وبعدين من قبل مدير عام لمعهد المواصفات والمعايير الاسرائيليه لنستعمله. تفضل.